ظهر النحاس. اللي يعوضونا بكره. الجبال من الخضرة. عشان السيارة شوي في رجع. بس هاي زنجار النحاس يا اخوان، جبال من النحاس. خضار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا لونها الجبال هاي كيف الجبال، قرب شوي شوفوا هاللون، طبعا يا اخوان هاي جبال نحاس، يعني هذا اللون اللي انتم شايفينه هو الزنجار، زنجار نحاس. هاي منطقة جبال نحاس. يلا ابو عمار يلا ثواني. هذه في منطقة فنان بالأردن، منطقة سياحية طبعا، كان من هون يستخرجوا الأتراك النحاس لصك العملات. طبعا مرقنا عن جبال كتير بس هدول عشان المميزات. هاي اللون ظاهر، هاي الشمس احنا من هون عشان بتمشي النفية. لا وانا يا اخوان احنا منطقة فنان، هي منطقة اثرية، هاي عنا بقايا قصور حضارة قديمة، وفي هاي شغل تركي، الأتراك كان موجودين في هاي بقايا، يعني مدينة صغيرة وقصور مهدمة، بيوت كامل هاي بالشكل هذا شايفين، يعني هاي يعني بنورجيكو شوية من المنطقة، هي أثرية. في هنا بهذا الاتجاه بركة أمامنا، نقربها، هاي بركة، إن وصلنا عندها بنصورها، لأنه يدوب، وهاي نحاس، هاي مناطق نحاس. هاي جبال شكل هاد، وهاي هالشكة هاي كمان كانوا حملوا نحاس من هون على فلسطين، صكوا العملة، وهان كانوا يصكوا العملة وأعتقد، وكانوا يعني احتمال كانوا يصكوا عملة هون ووزعوا النحاس على فلسطين وعلى المناطق التانية، وصكوا رشاديات نحاس، الليرات التركية نحاس بالشكل هذا. نعطيكم نبذة عن الشغل كيف زمان، يعني بقول عنها انها نبطية بيزنطية قديمة، هذا يعني الحضارة بيزنطية ونبطية، بيجيها سياح كتير هون. هذا قصر مهدوم، وفوق برضو قصور ومناطق كلها مهدومة بقايا. قربنا أكتر على الجبال، ناخذ زوم عليها. يلا يلا. هذا السواد اللي على الارض شايفينه، هذا اللي زي هيك مثلا، هذا
هذا الخبث اللي بيطلع بعد صهر الحجار. هسه لما تصهر الحجار بيطلع النحاس عن يمين على اليمين، والباقي خبث لما ينشف هيك بيصير. تمام. وهذا السواد كله شايف على الارض، هذا حتى المنطقه هذيك، هذيك يعني هذا منجم، منجم نحاس، منجم جبل هذا كله. هاي تربيعه شايف. تمام. هذاك اخضر، هذاك كله مليان نحاس، نحاس وزنجار نحاس، زنجار نحاس. ايوه. هذا الاسود امامنا، هذا منجم اللي فيه كله بيطلع منه الخبز. هاي طلع. هاي. هذا هون مليان شايف، مليان خبز. هذا كله انا فكرت احجار بركانية. لا هي لا. هو هذا محروق. طلع هاي كيف، شوف هاي كيف منظرها. طلع هاي كيف، هاي مبين الحرك. طلع هاي، ها شايف حرك، هاي حرك محروقة حرك شايف. صهر مصهورة هاي زيها. يلا ان شاء الله معلومات مفيدة تستفيد منها الشباب. يعني هاي المنطقة مشهورة بمناجم النحاس. يلا نلقاكم برحلة اخرى.